السلام عليكم، اهلا بكم في قناتنا يو واتش. اليوم سوف نعرض لكم اكثر الاشياء المكروهه عند التلاميذ. 5. صعوبه الموضوع. بين اكثر الاشياء المكروهه عند التلاميذ هي صعوبه الموضوع، والكثير منا تعرض لذلك. 4. الغش. المشكله ليست في الغش، المشكله هي عند اعتراض صديقك لذلك وعدم تلبيه طلبك. 3. الواجبات المنزليه. الواجبات المنزلية من أكثر الأشياء المكروهة عند التلاميذ، خاصة إذا كانت صعبة ومملة. 2. الاختيار العشوائي. أكثر الأشياء مملة ومكروهة عند التلاميذ، خاصة إذا كنت لا تعرف الحل، حينئذ ستتعرض إلى مواقف محرجة، خاصة إذا كان الأستاذ متوحشا. النتائج السيئة سوف تجعلك تستشيط غضبا، خاصة إذا كانت كارثية. والأخيرة، إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.